السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابي، إن شاء الله تكونوا بصحة وبخير. اليوم بدنا نشرح للصف العاشر الوحدة الأخيرة اللي هي مشكلات بيئية عالمية. بداية بدنا نعرف اللي هي أول مشكلة، اللي هي مشكلة الاحتباس الحراري. طبعا الشمس أو الأشعة اللي بتنبعث من الشمس تجاه الأرض هي المصدر الرئيس للطاقة، بتيجي للغلاف الجوي بعدة أشكال، منها أشعة مرئية قصيرة الموجات، منها أشعة حرارية أو الأشعة تحت الحمراء اللي هي طويلة الموجات، منها الأشعة فوق البنفسجية. طبعا لما تصل أشعة الشمس لسطح الأرض بسخن سطح الأرض بفعل امتصاصه جزء من هاي الأشعة، يعني كيف بسخن سطح الأرض بمتص جزء من هاي الأشعة، أما الجزء الآخر بنتشر نحو الغلاف الجوي اللي بدوره بيقوم بامتصاص جزء من هاي الأشعة. يعني سطح الأرض بيمتص جزء، الغلاف الجوي بيمتص جزء وما بخليها تطلع نحو الفضاء الخارجي. يسهم في حدوث هذه الظاهرة زيادة نسبة غازات الدفيئة. طبعا كمان شوي رح نحكي شو هي غازات الدفيئة اللي بتزيد بفعل أنشطة الإنسان المختلفة، فبالتالي زيادة غازات الدفيئة بتأدي ل زيادة الاحتباس الحراري. طبعا عندي السؤال الرابع، اشرح ظاهرة التوازن الحراري للأرض. كيف بيكون عندي توازن حراري؟ الأشعة الشمسية اللي بتصل للأرض بترفع درجة حرارتها، في الوقت نفسه بتفقد الأرض طاقتها الحرارية على شكل إشعاع أرضي اللي هي إشعاعات طويلة، بحيث يكون معدل ما تكتسبه الأرض من طاقة شمسية مساوي لما تفقده. عشان ما تزيد درجة حرارة الأرض كتير، اللي بتمتصه نفس اللي بتفقده، ما يؤدي للتوازن الحراري. طبعا التوازن الحراري بيؤدي لثبوت معدل درجة حرارة سطح الأرض عند مقدار 15 درجة مئوية. لازم نعرف من إيش بتكون الغلاف الجوي، من أي غازات بتكون الغلاف الجوي. من نسبة من الغازات اللي هي النيتروجين بنسبة 78.5%، عندي الأكسجين بنسبة 20.95%، يعني ما يقارب 21%. غازات أخرى زي الأرغون نسبتها 1%. طبعا زي ما أخذنا بدروس سابقة إنه الغلاف الجوي يقسم لأربع طبقات اللي هي تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، والثيرموسفير. طبعا عندي معلومة إنه بسهم الغلاف الجوي في تنظيم درجات الحرارة وتوزيعها على سطح الأرض، وبنظم وصول أشعة الشمس، وبمنع من نفاذ الإشعاع الأرضي كله للفضاء الخارجي. هلأ بدنا نعرف شو هي غازات الدفيئة. طبعا غازات الدفيئة مجموعة من الغازات بتوجد في الغلاف الجوي. ليش سميناها غازات الدفيئة؟ لأنها بتعمل على امتصاص الأشعة تحت الحمراء اللي بتعكسها الأرض، مما يقلل من كمية الطاقة الحرارية المفقودة من الأرض، وبالتالي بتزيد درجة حرارة الغلاف الجوي والأرض بشكل عام. طبعا هاي الغازات بتتكون من مجموعة من الغازات. أول إشي عندي ثاني أكسيد الكربون اللي هو بنتج من احتراق الوقود في المصانع وعوادم السيارات. الميثان بنتج من مخلفات الثروة الحيوانية والنفايات. كلور فلورو كربون اللي بيستخدم في تبريد الثلاجات والمبيدات الحشرية. أكسيد النيتروز اللي بيستخدم في الأدوات الطبية وبعض المستلزمات الصناعية. هسا شو دور غازات الدفيئة في اعتدال درجة الحرارة؟ بتقوم على امتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء هاي الغازات، وبتحتفظ فيها بشكل ثابت في الغلاف الجوي عشان تحافظ على درجة حرارة ثابتة للأرض زي ما حكينا 15 درجة مئوية. ولولا وجودها لوصل درجة حرارة الأرض لسالب 15 وسالب 18 درجة مئوية. هلا بدنا نحكي عن ظاهرة الاحتباس الحراري. تعريفها: ظاهرة بتنتج عن الزيادة التدريجية في درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بالأرض بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة، وأهمها النشاط الصناعي. يعني كل ما زاد نشاط الإنسان الصناعي، كل ما زادت أنشطة الإنسان، بتزيد نسبة انبعاث غازات الدفيئة، فبالتالي بتزيد درجة حرارة الأرض. بتتنوع مصادر ظاهرة الاحتباس الحراري، فبتنقسم لنوعين. عندي مصادر طبيعية زي البراكين، الحرائق، الغابات، الملوثات العضوية. عندي مصادر بشرية نتيجة ما يقوم به الإنسان من أنشطة مختلفة زي قطع الأشجار والصناعة والوقود الأحفوري زي
النفط والغاز الطبيعي والفحم اللي بيستخدم لمصادر للحصول على الطاقة. عندي نسبة مساهمة غازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري، طبعا حفظ مع النسب. عندي ثاني أكسيد الكربون نسبته 64%، أكسيد النيتروز نسبته 6%، كلور فلورو كربون نسبته 11%، والميثان 19%. هسا إيش مؤشرات حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ بحكي لي بيحتوي الغلاف الجوي حاليا تقريبا على 380 جزء من المليون من غاز ثاني أكسيد الكربون، اللي بعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث هاي الظاهرة. يعني كل ما زاد غاز ثاني أكسيد الكربون بتزيد ظاهرة الاحتباس الحراري. هاي باختصار. عندي الآثار البيئية لظاهرة الاحتباس الحراري، عندي ظواهر بيئية بتسببها ظاهرة الاحتباس الحراري، اللي هي مناطق كثيرة بتتعرض للفيضانات والأعاصير زي ما صار في غرب سواحل المحيط الأطلسي ومنطقة الكاريبي، تعرضت مناطق تانية للجفاف والتصحر زي شمال إفريقيا، وتعرضت نحو 20 بحيرة جليدية في نيبال و24 بحيرة جليدية في بوتان ضمن مناطق جبال الهيمالايا لانصهار الجليد. طبعا بعض الآثار البيئية لهذه الظاهرة انه ارتفع عندي مستوى البحر نتيجة انصهار الجليد في منطقة القطبين. شو السبب؟ صار عندي تآكل في طبقة الأوزون وارتفعت عندي درجة الحرارة، فبالتالي صار عندي فيضانات صارت تقضي هاي الفيضانات على معظم المدن الساحلية، وصار عندي تغييرات مناخية شديدة زي حالات التطرف المناخي، أو بيزيد عندي حالات الفيضانات أو التصحر. طبعا باختصار الأثار البيئية الاحتباس الحراري بصفحة 44، عندي ارتفاع مستوى سطح البحر، فيضانات للمدن الساحلية، عواصف وأعاصير، أمطار حامضية، جفاف وتصحر، عندي انتشار الأمراض وغيرها من الأثار. هسا ايش اهم المقترحات لحتى اواجه الاحتباس الحراري؟ اول اشي بدل ما استخدم الطاقة او مصادر الطاقة غير متجددة زي النفط اللي بتساهم في زيادة غاز ثاني اكسيد الكربون، استخدم طاقة بديلة زي الشمس والرياح والمياه. بدي ارشد في استهلاك الطاقة، بدي ازرع الاشجار لحتى تقلل من نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، بدي أعالج نواتج الاحتراق قبل انبعاثها للغلاف الجوي، بدي ألتزم بالاتفاقيات اللي بتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. هيك بنكون أنهينا درسنا، ويعطيكم العافية.